وصدقة. صدقة شيء عظيم. تدفع تدفع المن. أنا ما يمكن الله يعافيك. آمين. كل صبح تطلع كيس رز تحط على الطيور والعصافير. الله يعطيها الأجر إن شاء الله. الله يعطيها الأجر. آمين يا رب العالمين. متعودة. خانقنا دائم. طلعوا أرز طلعوا أرز. ما كان أرز إلا آخر شيء. ما خليها. ما حد طلع. الله يخليها لك إن شاء الله. يعطيها طول العمر. ها؟ ماله يفعل زي ذا الفعل لأنه هو مستمر الفعل ذا كل يوم تشرب القطة ذي ولا يشرب الطير ولا تعرف أنت حر الرياض تعرف حر الحر الجاء سواء صدق حتى على الحيوانات تلاقي ترى يعني توصله والله يخبره في قبره يقول تراها من الفلان صح صح لا وبرضه زي ما يقول أخوك حلان يوم يقول إن أمه الله خلها له يوم تحط الرز عندنا هناك طبعا احنا نقول اول كنا نقول ما نبي القطاوه بسسه تجمع وين حول بيتنا صح. نقول يا يما فكينا منها تاخذ الدجاج لو انها بيدي الدجاجه تاخذها وين وتحط وتعطيها وشو القطاوه صار موقف اذكر كنت جاي من المدرسه قديم جوعان يعني الله هذا قبل حتى لو احيانا تطلع احنا عندنا كذا بيت تطلع مثلا من البيت هذا تروح بيتنا مثلا الثاني انا اكون بالبيت هذا الحال تدق علي يا احمد مويه برا واذا جبت شيء من المطعم حطها برا او لا احيانا تقول جيب لهم يعني انا اروح باخذ لي مثلا دجاجه اللي انا الحالي او نص الحاله مثلا نص على الفحمه وعلى الشوايه واجيبها لمين لبسس القطاوه ما هو احنا مربينها طبعا لا برا اي صار موقف برا يا طول العمر جاي من المدرسه جوعان وبطلع بلعب كوره جوعان بتغدى يوم جيت انا خابر امي تخلي لي شوي ربع او نص دجاجه ما اتغدى معاهم جيت ولا انا صدق معصب لقيت الدجاجه ما هي موجوده وهي تجي تعطيني قديم كانت ب 10 ريال تقريبا 13 قلت تكفى راح من المطعم كنت بقيت متوسطة وأنا صيح قلت يا أمه اعتبريني بس اعتبريني قط والله أقول اعتبريني قطوة تقول تكفى يا وليدي أنت وش أنت عندي لكن هذه أجرها أنت عندي يعني هذه أجرها ففعليا يعني فضلت القطوة علي لكن الله يخليها لي الله يخليها لي في واحد يعطيهم ولد في عمرنا كذا يعطي موية يعطي الرز يعطي لا فجأة تخيل الحمام ايه؟ والبساط ترى تكتب له تخيل شوف حتى الذر ذا النمل هو نمل السكر مدري ايش يعطيها حول من يوم عرفوا جيرانه من يوم يعني بما عطتك يدك لهم خمس سنوات مقاصرينهم جيرانه والرجال ذا كل يوم الولد ذا كل يوم لدرجه ان الحمام كانت تجي عند بيتهم يا ولد من كثر ذا يقول هذا موقف سيارات ولا موقف حمام يعني كل بالحمام يجي على الزاد اي والله بيجي كذا كرم يوم جاي يوم لا والله ما عاد في حمام ما عاد في كثر حتى ولد ذا ما لقوه لا اله الا الله شفت ليه وين؟ شف قاموا الناس سالوا صح ولا في حمام وفي ولد يعطيها من اول فجاه انقطعت ذي الامور انقطعت الظاهره ذي فجاه سالوا يا ربي وين هذا؟ وين؟ لو متوفى سبحان الله شوف يوم كان موجود كان الحمام وكان ما ادري ايش وكان قاموا هلا قالوا بعد ما تسالوا الناس انه توفى راحوا عزوهم بالولد ذا ان شاء الله عزاكم ما ادري ايش ايش سووها له؟ هو سنة الحسنة الحين. ايه الشيخ خمس ما بيقول من سنة الحسنة واتبعها لها اجرها. راحوا هلا الحين يسوون مثل ابوه على كبر سنه تلاقيه يعطي فعلا يعني اجر هو اجر ما في عيب يعطي قطعه ذا ولا انقطعت العاده ذي تخيل بيتهم من ذاك اليوم ليومك ذا والعاده ذي موجوده فيه صح انه توفى الله يرحمه لكن الاجر ذا الحين اللي جالس يصير لله ثم الابوه ثم الولد ذا اللي ايش؟ حط السنه ذي سبحان الله يوم سال ابوه قال ليش كذا قال ولدي سنه حسنه وانا شفت انها زينه والله باركنا في حالنا وفي مالنا وفي رزقنا وحتى كان عندي اتعاب وما ادري ايش يقول وان الله يعني حتى التعب شفاه الله شفاه يعني شوف ترى صدقه واللي تعطيه يعني المحتاج تعطيه حتى الطير ترى الطير المحتاج ايش يسوي صح يشرح تراها مثل عندنا وعند شيبان الاولين يقولون خلك مثل الطير توكل على الله وكل رزقه معه صح تشرح الطير تشرح الصباح تشرح ما معها لا بيت ولا معها راتب ولا معها بنك ولا معها اهل تشرح مع من شرح الصباح اي لقيت لها قمح
ولا لقيت لها حبه رز ولا لقيت لها بسكوت ولا لقيت لها تميس تطيح من كذا ولا تشرح رزقها معها. الله يرزق الطير كله دابه وعلى الله. الله يرزقها. الله يرزقنا وياكم وعندنا وياكم على الدنيا بخير. والله يرزقنا وهلنا وهلكم. هذه وهي بهايم لقاتك. هذه وهي بهايم. فما بالك الصدقات اللي زي مثلا كفاله يتيم الجمعيه يعني هذه هي بس بهايم اشياء بسيطه. كيف يوم تكفل يتيم مدى الحياه؟ لا يعني شيء تتعجب منه. وانت تثر على تثر دائم احنا نثر على بعض صح ولا لا؟ انت الحينك حلال قبل ما قلت اشتري من ذي رحت شريت من ذي قلت اشتري من ذي الحين انت تحبني وانا احبك بتقول مدي عبد الله روح تصدق في الجمعيه اشوف انها زينه لك والاجر صح ولا لا؟ بروح انا اتصدق على طول صح ولا لا؟ صح ان اجرها عظيم وخلصنا مفروغ من ذا الكلام لكن انا انصح اللي بيتصدق لا يحسد حتى اهله الاجر صح. اي حسد كل عنده خير اللهم لك الحمد انت تكرم اهلك لو تكرم امك كم تكرم امك لو احدك يقول تكرم امك تقول انت والله ما يكفيها ما ادري صح امك الحين ما تبغى منك الا اول شيء دائما هي اللي تعطيك ما تاخذ منك اصلا الام كذا والاب صح لكن بظهر غيب بظهر غيب بدك تعطيهم روح لا بظهر غيب انت تصدق عليهم وهم ما يدروا صح وش تسوي؟ شامل عائله ما هو بشامل عائله 900 صح خلاص روح يطل العمر انت وخواتك واخواتك اهلك كلهم العائله كلها شفت العائله كلها 900 ريال الوقت يعني وش وهم يدرون واجر وجميل وجود لك الله البركه وجود لك الله الرزق وجود لك يعني حتى اذا كانت امك مثلا تعبان الله يشفيها تعال مثل ما تقول الله يشفيها الحديث مش يقول داوم مرضاكم بالصدقه داوم مرضاكم بالصدقه او جدتك تعبانه او احد يعني تبغى الله يعني يكتب لها خير او يكتب لها شفاء صدق بالله تصدق وادع تصدق وادع انا بقول لك سالفه حصلت لي بنت خالتي صورها صغار وكذا وهي ما شاء الله فيها من الجمال ما شاء الله صغيره مره صغيره إيه؟ المهم طاع لها تلفزيون التلفزيون ده ابغى يكسر الجمجمه عندها تلفزيون مدري كم بوصه ده عرفته ما بالتعليق ما عرفت القديم كبير يا ولد طاع عرف القديم يا ولد وانا كنت مع خالي الله يرحمه احنا كنا في المستشفى تخيل هي في غيبوبه ما ندري تحيل لا تموت في عامل يا اخي لا اله الا الله يا كنا في وقت الشتاء يا ولد بردان بردان يا ولد بردان وشايب بردان وشايب حله لو انه غير شاب لو انه بردان وشاب كم تلقاه اما راح منه ولا راح منه وتعرف اما شايب ويلا يلا جيت انا وخالي كذا احنا راح ناخذ لنا شيء ناكل نبغى نصوم يوم عرفه يوم عرفه احنا في المستشفى نبغى نصوم يوم عرفه حلو كاد نلقى الشايب ذا قال خالي لو خالي مع فروه فروه ذي مستعين نرطيها فروه زينه يعني الله يرحمها تعبن عليها وغاليه ولا تفصلها حتى لان ما في مقاس على ما في فروات مقاسها جاهز حلو كاد قام خالي قال عبد الله هو يشوق عبد الله انزل عطى الرجال وش اعطيه؟ وش اعطيه خالي قال عطى الفروه نعطيه فروه قال يلا من ايش يقول ليت ما ادري ما عرفت المهم الله يدعين المهم يدعينا ما ادري وش يقول المهم انها دعوه طيب. ودك لها كذا ودك لها كذا تخيل رحنا خذنا لا نوينا الصيام وصمنا ونمنا انا وخالي نمنا في استراحه الرجال في المستشفى ما ادري نطلع تخيل من اللي قومنا؟ توقع امي اللي قومنا صحينا بنت صغيره لا ها الدكتور الدكتور يا ابو مشعل ابو مشعل الله يرحمه يا ابو مشعل قال سم قال صحت ايش يا ولد يا ولد احنا نبي نفطر صايمين نبغى نفطر خلاص احنا على وقت احنا نفطر يا ولد اقسم بالله ما عاد نبي نفطر طلعنا يا ولد الدكتور حتى الدكتور ما له دخل نحبه هنا تكفى الحب يا ولد ما احنا مصدقين ما احنا مصدقين البنت تخيل عينها عينها زرقاء من طاحت التلفزيون يعني احنا ميسين صراحه يعني شوف لا اله الا الله سبت ايش؟ صدقه الله كاتب لها عمر وصدقه صدقه تصدق وانت يعني ايش؟ انسى انسى والله ما صحانا الا فرحة من رب العالمين انها صحت سبحان الله اعطاني الفروع حق ايام اخوي تو متخرج من الثانوي قدم على الجامعه ويترفع الجامعه ايام الشتاء وكذا مركبه طويله معه جكيت زين فهد اخوي كان كبير فهمت له شعر فهمت اخوي انا صراحه مو انه اخوي بريء عائلتنا ما يدخن ما شاء الله عليه ولا يشيش ابد ما شاء الله فهمت فبس العائله عندنا
يطقطقون عليه لانه شعر هو اسمر شعره شعره طويل اي شعور طيب يعني يتنهر ويمشي بالحار يفر فهمت وكان على ايامه تقديم كليه الضباط حلو ايه رفضت الجامعه يروح عند جدي تكفى جد جدي انا ما شاء الله رحمه شيخ شملنا تكفى جدي ما عندك عندك جدي قال ابشر بس على خشمي كف الطيب الزبده يقدم له جدي هو يرفضونه رفض مبدئي على ما اظن رفض مبدئي كذا الا الا مالك بالطويل يا طويل العمر اقسم بالله انه راح طويل العمر يما يمشي بالحاره فهم وبرد ومطر وقته يلقى عامل نظافه والله يا يعني فسخ جكيته تمام عند بيت خوار فسخ جكيته على طول عام سمعت انا السالفه هذه بدخل جدتي بتشرشح جدتي بك يا اللي ما بك يا اللي ما ادري وش ليه لانه ليش تقطع جد شافته جدتي شافته جدتي عندها كاميرات فهمت بكاميرا ظنك في الرجل وجد جكيته على طول لا لا وبرد ها مالك بطوي هجرج ما اخذ اسبوع يدقون عليك كليته امك خالد قبله قبله تعال تفتح باب الرزق فعلا اي انت مقبول صار في خطا برقمك وبرقم واحد قبله واحد وقبله هو كله ترى في خطا برقمك وينقبل مبدا ينقبل النهائي اشتقه هذا هو ملازم ما شاء الله طيب اقول لك شيء انا اصبر قسم بالله انا قدامي انا معبي تعرف الجديه وانت رايح صار موضوعيه ايه؟ معبي في المحطه انا في حرمه نحى بنت صغيره انا اخذت فطير ولا والله ان معي عادت ماني بشيل خلاص الحين الفلوس كل بها في الشبكه ما عاد لي الا شبكه طيب لا والله ما ادري كم معي ما ادري الله كم قسمها اعطيته تخيل وارجع ادخل الحميه في اشاره الاشاره هذه انا اول واحد بينطلق انا اللي في الصف الاول ما ادري ايش اللي خلاني بالعاده لقيت خضراء اول واحد صح اول واحد صراحه انا يا ولد ايش اللي جاي ذاك اليوم طيب ما مشي مش اللي بجنبي يا مش اللي بجنبي يجي واحد مسرع دف تخيل لو انا نمشي تدفع البلاء ايش اللي ما خلاني انا امشي انا بالعاده انا اعرف نفسي بالعاده انا اول واحد قبل الظهر كله تدفع البلاء قسما بالله انا جيت اللي بجنبي فعليا ترى كثير ناس تصير لهم كذا حمت ليش يا معلمت شيخ انا صليت بعد الله صليت المغرب مع شيخ المسجد سالته قلت يا شيخ انا تصدقت كذا 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 وصار كذا قدام كذا قال انت في ظل صدقتك اي في ظل سبحان في ظل صدقتك يحميك الله انك حي وانك ميت يا رب احنا نكون والله يجعل ان شاء الله احنا وياكم من الخير امين يا رب ان شاء الله نكمل وقفه باذن الله باذن الواحد باذن الواحد الله يجزاك خير يا الله ما تسننت